بعد التبولة والحمص والفلافل جاء دور أطول ساندويتش في العالم ليحتل لبنان صفحة هامة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. السنة الماضية بلشت الفكرة أنه عملنا ساندويتش 50 متر 70 متر تما كنت كذاب. ساندويتش كان زعتر وخيار، ساندويتش بسيط. حبينا الفكرة وقررنا نبش على أنه نجيب أنه أطول ساندويتش بالعالم. نبشنا وقرينا أنه إذا نعمل ساندويتش 700 متر بكون ساندويتش أطول شيء بالعالم. لحنا من جهتنا قدمنا كل شيء ريليتد للأكل وسهلنا طريقة العجن والخبز، عملنا أفران خصوصي. ساندويتش اسمه ماتيسو، اللي هي ساندويتش أشهر ساندويتش عندنا بالمحل. هي عبارة عن عجين مرقوق. كنت تاع 700 متر، هي مبدئيا حتصير 740 متر لانه في اسباس طلع معنا زي زدناها. مبدئيا على 700 متر اللي كنا حاطينها لحنا 450 كيلو طحين، 140 كيلو دجاج، وعندك بين بندوره وخس وكبيس. الخس عندي 62 كيلو، الكبيس عندي شي 50 كيلو، بندورة عندي شي 90 كيلو. عم نخبز العجينة، مديناها كلها على 700 متر وقطعنا فران. ممنوع تكون مقسمة، يعني حسب جينيس بدها تكون فرد شقفة على 700 متر. لازم دايما نشجع كل النشاطات اللي بتخلي اسم لبنان مرفوع عاليا وين ما كان. أهم ما ميز هذا الحدث هو مشاركة أهالي الكشافة وأهالي المنطقة في وضع المحتويات داخل الساندويتش. نحن عم نعمل البلاد بس غيرنا يعمل البلاد، فما نحن عم نعمل بلكي بغاروا منا شوي وبيتعلموا. كتير حلو، فخر للبنان، فخر لأولادنا لنعلمهم كمان روح المسؤولية، روح المعاونة، يتعاونوا مع بعضهم. هذا لازم يكون نموذج لكيف يتجمعوا كل اللبنانيين وينبسطوا نحن منحب الأكل ومنحب جمعة الأكل، وليش لا نكسر ريكورد عالمي. نكون كلنا ايد واحدة، نكون كلنا قلب واحد، نكون كلنا كلمة واحدة. لازم نوقف حد شبيبتنا بأفكار بتساعدهم بمستقبلهم وبكل فكرة حلوة. إن شاء الله كل المناطق كمان بتعمل هيك نشاطات خلي لبنان يبين أكثر وأكثر للعالم. كسر الرقم القياسي، أما النتيجة فهي ما زالت في الانتظار. 2004 بإيطاليا 634 متر ونص. من جهتنا ننتظر الكونفرميشن أكيد من عندهم، يعني بس احنا واثقين من النتيجة. أهل الحزمية ومدرسة الحزمية وبلدية الحزمية كواليد جسم واحد شارك بهالساندويتش يلي إن شاء الله بيدخل بالجينيس بوك.